نبدأ نشرتنا من إسبانيا، حيث يضاعف النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك حول مستقبله مع برشلونة، إذ قرر مرة أخرى تأجيل التوقيع على عقده الجديد مع النادي الكتالوني مع دخوله في الموسم الأخير من عقده الجاري. وحسب إذاعة أوندا سيرو، فإن ليونيل ميسي قرر تأجيل البت في عرض برشلونة من أجل تجديد عقده حتى العام 2021 إلى غاية يناير المقبل، حيث وعلى عكس تصريحات رئيس النادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو، فلم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على تجديد عقده حتى الآن. ونقلا على نفس المصدر، فإن برشلونة أصبح مهددا بخسارة ليونيل ميسي الصيف المقبل، حيث أن اللاعب سيكون بإمكانه التوقيع مع أي ناد يتفق معه في صفقة انتقال ابتداء من يناير المقبل. هذا وينتهي عقد صاحب 30 عاما مع برشلونة في صيف 2018، وهو الذي يأتي على رأس اهتمامات باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأندية أوروبية أخرى. ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث تلقى ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عائلة غلازرز الأمريكية عرضا ضخما من العائلة المالكة في قطر من أجل شراء النادي العملاق في الفترة الأخيرة. تقارير صحفية بريطانية تقول أن العرض القطري قادم من عائلة آل ثاني المالكة في قطر، ووصل إلى 1.5 مليار جنيه استرليني في وقت سابق، وذلك من أجل شراء النادي الإنجليزي العريق. وذكرت تلك التقارير بأن العائلة الأمريكية رفضت هذا العرض ليرتفع بعدها إلى ما يقرب من 1.8 مليار جنيه استرليني، حيث ترغب في الحفاظ على يونايتد والذي أصبح معهم أحد أغنى أندية العالم في السنوات الأخيرة. هذا فيما ترغب عائلة آل ثاني في منافسة العائلة المالكة في إمارة أبو ظبي والمالكة لنادي مانشستر سيتي ليصبح أحد أكبر المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية مؤخرا. الغرض من الشراء بالنسبة للعائلة القطرية له جانب آخر، حيث ترغب في الإعلان للعالم عن حب القطريين لكرة القدم، وذلك بعد الانتقادات التي تلقتها الدولة العربية والتي ألمحت إلى أنها لا تستحق الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم 2022. ويذكر أيضا أن العائلة ستضغط بقوة في الفترة القادمة من أجل إقناع كل من الأخوين جويل وأفرام غلازرز لبيع مانشستر يونايتد في الفترة القادمة مع استعدادها لرفع العرض المادي. وفي انجلترا دائما، حيث نفى ليفربول ما جاء في تصريحات مدير برشلونة الرياضي ألبرت سولير، والذي اشار الى طلب النادي الانجليزي ل 200 مليون يورو من اجل التخلي عن متوسط الميدان الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو. وحسب شبكة بي بي سي، فان محيط نادي ليفربول نفى بشكل غير رسمي ما جاء في تصريحات مدير برشلونة الرياضي، معتبرا ادعاءات طلب 200 مليون يورو من اجل التخلي عن فيليب كوتينيو عارية من الصحة ولا تعبر عن رغبة النادي في الاحتفاظ الغير مشروط باللاعب. ونقلا عن نفس المصدر، فإن إدارة ليفربول غاضبة من تصريحات نظيرتها في برشلونة، حيث أن النادي الإنجليزي أكد أنه اكتفى برفض 3 عروض مقدمة من برشلونة من أجل ضم فيليب كوتينيو، مع التأكيد على أن اللاعب ليس للبيع بدون وضع أي سعر نهائي أو حتى قابل للتفاوض.